عبد الحميد بوشنيق قبل شوي قال انا اقرب لي حبوبه، واذا نحب نسالك شكون اقرب للنوبه، حبوبه والا صاحب الفرزيت؟ الطيور على اشكالها تقع وكهو. على ذكر الحقوق، انت باش يستعملوا لك في النوبه اغنيك مسجل ولا؟ انا اغانيها كلها مسجله في تونس وفي الساسان. اي معناها هما في النوبه باش يعديوا بصوتك انت غنيت، ولا هما باش يغنيوا غنيتك؟ والله ما نعرف، يمكن باش يغنيوا اغانيها خاطر بالكلمات والالحان. اذا كان باش تحكي لها على الدرودوتور، راه مازال تاع برشا درودوتور، ما عندناش درودوتور في تونس. عندنا درودوتور، عندنا بالفم. ليه تنجم تاخذ؟ عندنا بالفم، عندي اكثر من 40 سنه نكتب ولحن ونغني. تصورت انا من درودوتور. اقصد درودوتور يعطيك اعاده بث اغانيك اللي مسجلهم انت، اللي عملوه معايا واللي يغنيه في اللايف مثلا فهمي ريحي، ما يتسميش درودوتور اللي يغنيه لايف. اللي عملوه معايا مشكورين، عملوا لي تكريم في درودوتور ودران رميد على العينين وشد سالحه واسكت على روحك. مش هذاك حقي يعني. شنو الحق اللي تلوج عليه؟ عندي برشا حقوق. اغاني سرقت لما يجي واحد يغني اغنيه نتاع انسان. الدرودوتور نتاعو شكون يمشي؟ يمشي للفنان. ما يمشي، ما يجيني شيء. يجيك حاجة بسيطة. شيء ما جاء. جملة. جملة ما جاء. مقيد أنت في الدرودوتور. شنو مقيد؟ من 29 مارس 1979 عضو عامل. باهي نشوفوها هذه، خاطر مش معقول حاجة كيما هكا. شكي تجريد. تتفكر البراني إيش عملت؟ في تونس في 83 بعثوا لي 24 دينار درودوتور. اي راهو هما اللي صوم مش برشا ماني. اي مش برشا، حتى انت عايش خويا، منين بناوها كالبنيات وكالدنيا منين؟ تي ماما فلوسي من فلوس الشعراء والملحنين والمطربين.